عادل انا اشوفك من اصنفك من المذيعين الناجحين. وش السبب خلف ان عادل مذيع ناجح؟ اول شيء الله يسعد لي قلبك احمد العبود يا حبيبي. الله يسعدك. وانا مبسوط والله ان هذا تكون ان يكون اول ضيف في فقرتك الجميله جدا يا بعد راس. واكثر ما يميز فقرتك انها طبيعيه جدا لدرجه اني مو بلابس شماغ وضع ريالتي. ريالتي الوضع. طبعا سؤالك اول شيء شكرا على حسن ظنك يا حبيبي. ثاني شيء انا والله يا اخي اتعب للتحضير. طبعا طلعت من كاريزما متسابق، دخلت بعدها بيومين في ليالي الواقع كمذيع. كنت مقدم في ليالي الواقع وكنت معد في نفس الوقت وكنت منسق، يعني كنت مقدم وكنت اعد الفقرتي لان هي كل ثلاث ايام او اربع ايام يكون ريبيز معك. حلو. وكنت منسق اجيب ضيوف، اشتغلت ثلاثه في واحد وهذا ما استفدته في برنامج ليالي الواقع. بعدها دخلت البزنس وكانت تجربه جديده، برنامج رسمي 90 يوم. حلو. كنت اجي قبل الفقره ما اخفيك احمد يمكن كنت تشوفني بعض الاحيان اجي قبل الفقره بثلاث ساعات. انا شايف الشيء هذا. مده الفقره 45 دقيقه بس كنت اجي قبل بثلاث ساعات. ودرجه يوم خلتك تطلب لي بدري من جواك تذكر؟ ايه اللي هو همبرجر. من جابك يا بعد راس. شفت لازم اتعب. بعدين شوف تبي شيء انت في نهايه الامر قدامك شاشه. فعلا. تبي شيء يطلع بجوده قدام الشاشه ما ينفع تجي قبل الفقره بخمس دقائق وتلبس الربيز. لازم تجي قبلها بوقت. يعني اللي فهمنا انك تعطي الشيء حقه. ما هو تقول خلاص انا مجرد مقدم يلا بقدم بس فقرتي وبرجع. ما ارتاح. والله هذا يقول لك من احب. ما ارتاح. يقول لك الواحد اذا احب العمل لازم يتقنه. يا تسوي لك عمل تتقنه والله تركب له. بعدين نفسيا ما ارتاح، اذا صار عندي شيء لابد اجي قبلها بوقت ولين اخلص منها احس بلذه الانجاز. والله العظيم. والله هذا والله هذا اللي حسنا فيك. انا اقول لك مو مجامله تقريبا كان كل الشباب يتفقون معي على الشيء هذا. الله يوفقك يا عادل ان شاء الله مسيرتك الفنيه باذن الله نشوفك من اكبر الاعلاميين في الوطن العربي باذن الله تعالى. معك باذن الله يا حبيبي.